حاولنا نعرض على زميلتنا لجين عمران تطلع تقول معنا الفاصل، احتجت. يا ريت كان عندنا كاميرا عشان اعتقد في ناس بيفكروا ان احنا بنكلم شخصيات خياليه. لانه لا احنا عندنا في الاستوديو بنشوفهم كلهم بيمشوا عندنا. ايوه هي لجين اذا بتاخذها الكاميرا. لجين 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 اليوم منوره بالاحمر. لابسه احمر زي لا لجين متخبيه بالعمود. تعالي 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 ادخلي. ليش خايفه؟ عادي ما بدنا قلنا على الصبح وكذا. عادي احنا على الهواء. ادخلي ادخلي يلا هي الكاميرا ماخذك. والله هي الكاميرا انت على الكاميرا. يلا تعالي تفضلي بهذه المناسبه. بهذه المناسبه انت قولي الفاصل. لجين خلص دخلتي يلا خلص كمل. قولي الفاصل انت. في عندنا فقره عندنا بعد فقره طبيه بعد الفاصل. طيب خلاص يعني البنكرياس. اي فاصل. اذا عندكم راح يكون بعد الفاصل التهاب البنكرياس اللي يحدث خلل وظيفي في عمليه الهضم، اكيد راح نتعرف عليه اكثر مع الحلوات. الله الصباح حيكون معكم مختص. حيكون معنا مختص ان شاء الله. حنتابعكم نستفيد. شكرا لي. شكرا يا لجين. طيب ولجين نورتنا. مشاهدينا نعود لكم بعد فاصل الفاصل. الو فاصل فاصل ونواصل.